بيتهوفن كان رمز مثلي الاعلى في الحياه او في الشغل، وفي ان هو حقق نفسه من ما فيش ومن حد جاي من اخر الدنيا وراح في فيينا وهو كان فقير، وكان الاغنياء بيشتغلوا وبيعملوا موتزارت ومش عارف ايه، وهو ابن الراين اللي جاي اسمر وشعره منكوش اثبت وجوده في وسط مجتمع ما كانش بتاعه اصلا، لكن هو كان حقيقي في المزيكا بتاعته وفي الموسيقى بتاعته. عمل خطوة جديدة وعمل إيقاع جديد في الموسيقى، بقت الموسيقى قبل بيتهوفن وبعد بيتهوفن. أنا مش بقول كده إن أنا زي بيتهوفن، لكن هو كان مثل أعلى بالنسبة لي، وأنا عملت شغلي يقارن بالشغل اللي عمله بيتهوفن في الصنعة بتاعتي. أنا محسن سالم، مصمم أرضيات، موزايك، مش بس موزايك، بالرخام وبالأحجار الطبيعية، بكل ما هو طبيعي. الموزايك هو كل ما هو بيتقطع مقاسات صغيرة وبيتعمل منه أشكال كتير، ممكن تبقى أشكال هندسية وممكن تبقى أشكال فلوريال، يعني شخصيات أو كذا أو كذا. هو كان منتشر زمان طبعا مع السنين القديمة، بس أنا بتكلم زمان زمان قوي، يعني مش زمان قريب. محسن سالم ببساطة هو حد من أسرة بتشتغل في الكلام دوت من 200 سنة تقريبا أكتر كمان، يعني أبا عن جدا بنتورث المهنة ديت، وأنا أصلا من الخليفة من السيدة عائشة، ودي منطقة المعمار لغاية النهاردة حتى في مصر. أسرة متواضعة جدا ولكن بتحب شغلها، ومشهورة جدا في المنطقة بتاعت السيدة عائشة من زمان، العيلة بتاعت السباغ اللي هي العيلة بتاعتي، قالة والدي يعني الله يرحمه، وهو ده الأستاذ بتاعي، وهو اللي معلمني كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه دوت، نابع من التعليم بتاع والدي ليا، لأن بابا أنا مش هقول بابا لأن أبويا، لأن ما بنتعاملش قوي بالأسلوب المتحضر يعني بتاع النهاردة. أبويا كان بيعلمنا الشغل وزارع فينا الرجولة بتاعت الشغل نفسه، إن احنا نحب الشغل وما نتهونش فيه، وديت يمكن أكبر رسالة أنا حسيت إن أنا اتعلمتها منه وحبيتها فيه. يعني أنا كنت بحبه وهو بيقول لي الحاجة، ما كنتش بزعل منه، ما كنتش بتضايق منه. إحنا 8 إخوات وكلهم بيشتغلوا في نفس المجال، أنا أصغر واحد فيهم على فكرة، والوحيد اللي فاضل لغاية دلوقتي، لأن للأسف يعني الدنيا افتكرتهم كلهم، ربنا افتكرهم يعني، وأنا الأخير اللي موجود. ولكن كلهم كان عندهم نفس الإصرار في الشغل ونفس الجمال في الشغل بتاعهم، وكانوا بيغيروا على الشغل. في قصر محمد علي عاملين شغل، في قصر عمر الخيام اللي في الزمالك عاملين شغل، في العماير بتاعت عماد الدين والدي عامل الاربع عماير الارضيات بتاعتهم والمداخل بتاعتهم، يعني عاملين شغل ليه اسم كبير، ودي حاجه ببقى فخر بالنسبه لي. يعني هتقولي لي طيب ايه علاقه دوت بقى بايطاليا؟ كان ليا اخ اساسا اكبر مني ب7 سنين كان سافر ايطاليا، ولقيته بيتصل بيا بيقول لي ان هو عنده شغل كتير ومحتاج حد يشتغل معاه، فكان عندي حب استطلاع قوي ورغبه في السفر ان انا اشوف الدنيا ماشيه ازاي بره وايه اللي بيحصل مع الناس ديت يعني، وليه يعني اعرف ايه اللي عندهم يعني زياده وايه اللي ناقص. انا كنت في ايطاليا من 78 على فكره، يعني من سنه 78، فخدت لي بتاع 7-8 سنين او 10 سنين كده في الشغل الكلاسيكي اللي هو اللي بيتعمل في اي مكان، يعني اي حد بيقدر يعمله. ولكن كان عندي نزعه داخليه، ودي حقيقه يعني مش كده، فان انا عايز اعمل الشغل اللي كان بيعمله والدي او اللي كان والدي متخصص فيه اكتر، وحسيت ان انا يعني في حاجه الحاح كده داخلي بيقول لي لا مش هينفع انك انت تكمل الشغل دوت، لازم تعمل حاجه حقيقيه تبقى سايبه اثر او سايبه علامه، يعني لان ده الشغل اللي انت بتعمله اي حد تاني ممكن يعمله، انت عندك امكانيات تانيه لازم تستغلها لازم تطلعها. ابتديت اعمل ارضيه بالكامل متقطعه كلها بالموزايك، وديت تقريبا كانت اول خطوه او اول حركه اتعملت لفتت نظر الناس في ايطاليا ان هنا في حاجه تانية مختلفه عن الشغل بتاع الارضيات العادي. انا عملت نوعيه كليانت او عملاء مختلفه خالص حتى من الايطاليين نفسهم، يعني ما بقاش اي حد بيجي عندي في صاله العرض ويتعامل معايا في شغل الا اذا كان حد عنده مكان، حتى مش لازم يكون غني او فقير، ولكن يكون حد عنده ذوق في الشغل بتاعه وفي بيته وعاوز يفرشه بطريقه معينه او عايز يحققه بطريقه معينه، فلان الشغل ده بيرد على حاجه هما محتاجينها فعلا، وهو ده كانت الورقه الرابحه بالنسبه لي. انا عملت صالتين عرض في ايطاليا خدوا تقييم افضل صاله عرض في ايطاليا كلها، مش بس في مدينه جنوا اللي انا عايش فيها. انا لما
بنزل مصر ليا اصدقاء طبعا، بيبقى حد عنده مكان عايز يعمله او ايا كان بقى يعني العميل اللي بيجي صديق او على طريق حد يعني، بعمل شغل لغايه دلوقتي. وبرضه في ايطاليا بعمل شغل لغايه دلوقتي. عندنا مثل كمان قديم بيقول بيموت المعلم وهو بيتعلم، ودي حقيقه فعلا. انا لغايه النهارده ممكن اشوف حد بيعمل حاجه اتعلم منه، ما بقولش بكده ان انا عرفت او وصلت للي ما حدش وصل له يعني، لا. في الحياه دايما المهم ان يكون واحد يعني عنده الرغبه، هي الرغبه الشراره اللي جواك انها ما توقفش. لو الشراره دي وقفت يبقى خلاص الدنيا خلصت يعني، لان لو حكيت مش هلاقي كلام يكفي للصعوبات اللي انا لقيتها في حياتي لغايه لما اوصل اللي انا فيه النهارده او اللي انا قدرت اوصل له النهارده. لكن ده مش معناه ان النجاح سهل او انك انت تبقى حياتك اتحققت معناه ان انت وصلت لها بسهوله، بل بالعكس، كل ما بتقع وكل ما بتتخبط كل ما عظمك بينشف اكتر، وكل ما بتبقى راجل اكتر وبتعرف تواجه الحياه اكتر. في شراره جوه، انت عندك الشراره ديت او مش عندك. لو انت عندك الشراره دي انا حاسس لو لقيت جبل هتعدي من فوق منه وهتعدي الناحيه الثانيه وهتوصل للي انت عايزه. لكن لو انت اصلا مش مقتنع باللي انت بتعمله، يبقى اول عقبه هتقابلك هتقول لا انا ماليش في ديت عشان هي صعبه. لازم بيبقى عندنا اصرار من جوه ان احنا نغير الظروف اللي بتقابلنا، لان التغيير بيحصل عن طريق البشر، عن طريق الانسان نفسه، مش عن طريق الظروف اللي حوالين منه. الظروف ممكن تاثر، لكن انت لو عندك رغبه هتقاوم ظروفه، هتقاوم اي حاجه. طب ما نجيب الاسكندر الاكبر، ما كان واحد زيه وزيك يعني، وكان عنده 16 سنه واحتل العالم كله، ايه السبب ان هو عمل دوت؟ انا مش بقول كده لازم كلنا نبقى الاسكندر الاكبر، لكن الاسكندر الاكبر كان كده عشان هو عنده الرغبه ان هو يكون حاجه، ان هو عنده في دماغه قناعه عايز يحققها.